مشاهدينا اهلا بحضراتكم. يعني في اطار متابعتنا المستمره مع حضراتكم من البدايه من بدايه الازمه الفلسطينيه، يعني كان مصر ليها دور كبير الحقيقه في وقف التصعيد العسكري الخطير على قطاع غزه. النهارده او حاليا بيتم عقد قمه القاهره للسلام 2023 بمشاركه دوليه واسعه استجابه لدعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي استجاب بمطالب الشعب الفلسطيني الحقيقه وتصدى ليها من البدايه، وكانت من الدول الوحيده مصر هي اللي تصدت وتصدرت لهذه القضيه الفلسطينيه منذ البدايه. طبعا عشان نعرف اكثر عن هذه القمه وعن تفاصيل دخول المساعدات اللي بدات بالفعل صباح اليوم الى الجانب الفلسطيني، بينضم لنا هاتفيا استاذ اكرم عطله المحلل السياسي الفلسطيني. بنرحب بحضرتك يا فندم. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم وجميع السيدات والساده المشاهدين. يا فندم، يعني في البداية بيتم حاليا انعقاد القمة، قمة القاهرة للسلام 2023 بحضور دولي يعني موسع استجابة للدعوة المصرية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء تصعيد عسكري خطير وكبير في قطاع غزة يمكن على مدار 15 يوم حتى الآن. رأي حضرتك في هذه القمة وما ستنتج عنه أبرز يعني مواقف هذه القمة ونتائج هذه القمة؟ تفضل يا فندم. يعني القمة التي جاءت على عجل تسجل أولى نجاحات الدبلوماسية المصرية في إدارتها للأزمة الراهنة. مصر ذهبت إلى حد خطير كاد يمكن أن ينتهي بمشكلة كبيرة عندما ربطت فتح المعبر بالرهائن. لو قتل جزء من هؤلاء الرهائن كانت مصر تتحمل المسؤولية، بالتالي هذا كان يعني يمكن في علم السياسة أن يسمى شجاعة ومغامرة كبيرة. نجحت، تمكنت مصر من أن تثني الموقف الأمريكي وتثني الموقف الإسرائيلي. نعم. أرغم الإسرائيلي على إدخال السعادات المصرية هذه. قبل قليل كنت أرى الصور، هذا يسجل نجاح كبير لمصر، وخاصة أنه ليس لبعد انه تمكنوا فقط من ادخال المساعدات. مضبوط المساله مساعدات انسانيه، لكنها لب المشروع السياسي الذي يريد تهجير الفلسطينيين الى سيناء، وهذا معلن يعني مش تخمين. قالوا رئيس وزراء اسرائيلي وقالوا وزير الدفاع وقالوا وزراء اسرائيلي كثيره. اسرائيل ايضا عمدت الى قطع المياه وعمدت الى قطع الكهرباء والوقود لدفع الناس يعني المساعدة في مشروع الترحيل. قوة من الجو على الأرض انعدام الحياة، وبالتالي الناس ترحل. هنا كان الموقف المصري يعني يتابع المسألة من منظور مختلف، ليس من منظور الإنساني بل من منظور السياسي التي يهدد القضية الفلسطينية والأمن القومي. وبالتالي المساعدات للمفهوم المصري يعني تعزيز صمود الناس في غزة بدل ما تجيب الناس لسيناء عشان تنقذهم إنسانيا، لأن تبقى هناك وبنودي لها كل ما هو لازم، نرسل لها كل ما هو لازم للبقاء هناك وبقية الناس. هذا إفشال للمشروع الإسرائيلي ونجاح. وهذا بالأمس كان هناك تقرير بالمناسبة الإسرائيلي يقول المعركة حامية بين مصر وإسرائيل على قطاع غزة، من يلقي غزة في اتجاه الآخر. حتى الآن يمكن قول أن مصر نجحت في هذه المعركة، نجحت في أن ألا تلقي إسرائيل غزة في الحجر المصري هذا، ولن تبعها ثم تبعتها الحركة السياسية المصرية التي نراها بالقمة التي جاءت على عجل التي حضرت بسهول يعني لافت أيضا. رغم أنه لدي من المعلومات من الضغط على القيادة المصرية لإلغاء هذه القمة، هناك أطراف فوجئت وهناك أطراف أبدت غضبها على انه يسارع الرئيس المصري. يعني حضرتك بتقول ان كان لديك معلومات انك تم الضغط على القيادة المصرية من اجل الغاء هذه القمة. نعم هذا حقيقي وواثق. ثم اقول بعض الدوائر جرى ضغط كبير جدود القيادة المصرية غاضبة على الوسطاء الذين طلبوا إلغاء هذه القمة. الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح كانت غاضبة، إسرائيل كانت غاضبة أيضا. نعم، يعني إسرائيل متورطة في هذه العملية وهذه القمة طالبة للسلام، وإسرائيل يدها متغطى خب الدماء، فكيف يعني تكون قابلة ومتقبلة لهذه القمة في هذا التوقيت تحديدا؟ وربما أن بعض دول
كانت تجد نفسها في الملف الفلسطيني، كانت لا تريد لمصر أن تعيد التقاط الملف كله. يعني رأت تتصدر المشهد وحيد. نعم أن تتصدر مصر المشهد. ولكن هذه حقيقة يعني سيد أكرم، مصر تصدرت المشهد منذ البداية وحيدة وسربت وحيدة في السنة. في العشر سنوات فترة الربيع العربي، فترة انشغال المصري بالداخل، سمح لبعض دول أن تأخذ مكانا من خلال الملف الفلسطيني. الآن مصر في هذه وسط الحرب الكبرى، طبعا في المعارك الكبرى مصر أكبر على التصرف الأخرى، تجربة السياسية العريقة وتجربة السياسية العسكرية، تقول مصر الآن أنه لا، هذه القضية الفلسطينية أمانة في أعناقنا، ونحن نعرف كيف ندير هذا الملف بجدارة وباقتدار. وقدمنا النموذج عندما يعني تحدينا الولايات المتحدة الأمريكية وفي حد جدار بعد الإقليم، رأينا موقف سعودي الحقيقة، يعني قدر يتحدى في لحظة بلحظة الموقف الأمريكي، هل المرة الثانية الموقف المصري. إذن سيد أكرم، تباعا لما تحدثت أنت عنه، هل تعتقد أن هذه القمة ستصل إلى المرجو منها في هذا التوقيت بالتحديد؟ لا بالضرورة، لكنها ترسل تضع أساس، يعني لا تحل قضايا في هذه القمة. لكن في وسط الحرب ومشروع التهجير والإسرائيلي فاقد توازنه وبده يزيد الشعب الفلسطيني، تأتي القمة لتقول حل الدولتين. هذا مهم، هذا مهم في ذروة المشاريع البديلة، كأنه هذه القمة تعاند وتعاكس المسار الذي تريد أن تذهب إسرائيل. وإسرائيل ليست إسرائيل، إسرائيل إذا رأينا حجم التعاطف الدولي، نحن نتحدث عن قوة دولية ضاغطة هائلة، أقوى قوة عسكرية في العالم بجمع هنا إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وأقوى ثروة في العالم وأقوى دبلوماسية في العالم وأقوى حضور في العالم، كلها تكتلت خلف إسرائيل. وإسرائيل في الأيام الأولى قالت لهم مشروعنا تهجير، أكيد كل هذا الثقل اللي أنا بتحدث عنه، كل هذا الثقل قال لإسرائيل يعني معكم كامل الحرية، بمعنى أنه هذا مشروع. عندما نقول أنه جرى إجهاضه، لا، جرى إجهاض موقف مشروع كوني يمتلك من الإمكانيات ما يمكن أنه ما يصمدش أي واحد بيقف قدامه، صمدت مصر. هذا لهذا الحديث عن الموقف المصري ربما حديث جدي، ليس مجامل في السياسة، ما فيش مجاملة لا. لكن ما جرى صراحة يمكن أن يعول عليه، وبالتالي القمة تكون بداية. يعني أنا مش متفائل جدا زي إخواننا المصريين اللي بيعتقدوا أنه هاي القمة ممكن تطلع عليه. هي مهمة، مهم توقيتها، مهم. سيد أكرم كمحلل سياسي، يعني في النهاية من وجهة نظر حضرتك، ماذا بعد الحرب على غزة وما هو مصير القطاع؟ إسرائيل تريد ألا تعد، لأنه دائما استنتاجات الحرب يفرضها الميدان، والميدان لم يقل كلمة نهائية بعد. وبالتالي ألا ماذا بعد الحرب؟ سؤال كيف ستكون نهاية الحرب؟ أنا أسألك عشان يعني نقدر كيف ستكون، لكن نحاول يعني استكشافنا. إسرائيل تحاول، عندها قرار إنه انتهى وجود حركة حماس، لن تتعايش مع حركة حماس في قطاع غزة. انتهى وجود حركة حماس، كل المشروع الإسرائيلي بزالة حماس، لكن برز أكثر من خطر أمامها، وكلها تضع إسرائيل في وضع شوية صعب. خطر الأول إنه طيب عشان ينزل حماس من الأطول البري، طب وهذا البري ممكن يقعد سنتين، وبالتالي بدنا نتحمل إدارة مسؤولية. يعني هذا التحرك البري تم الحديث عنه منذ بداية الأزمة وحتى الآن ولم يتم. طيب إذا بدنا نطلع، مين بده يتحمل المسؤولية إذا بدنا نزيل حماس؟ طيب مطروح ثلاث خيارات، مطروح الخيارين، الخيار المصري، وهذا خيار مغلق، يعني ما حكاش عنه، لأنه مصر لا يمكن أن تقبل على نفسها، وموقفها واضح، يعني فيش داعي للتأكيد. بالتأكيد لأنه نهاية القضية الفلسطينية، لما ترجع مثلا الأردن للضفة ومصر ترجع غزة، لا يمكن. الأهم من ذلك أنه يتحدثون عن الأمم المتحدة، الأمم المتحدة أيضا لا تشكل حلا لإسرائيل بنفس السياق، أو الوجود الإسرائيلي يستمر، وكل الخيارات كلها خيارات يعني تبدي قدر من الانتداب في وجه الإسرائيلي. وبالتالي في مشكلة الإسرائيلي، كيف سيكون قطاع غزة إذا الإسرائيلي في حالة تلاتم شديد وهو بفكر بهذا الموضوع؟ صعب تطور. لكن الميدان كما قلت، إذا كان هناك
قدرة قطاع غزة على الصمود وفشل إسرائيل في تغيير السياسة. إذا كان إسرائيل قادر على يعني النزح كما يتحدثون خلع من الجذور، يتحدثون يستخدمون مصطلح الجذور، إذا كان إسرائيل السلطة طبعا بالمناسبة هنا تنوه، وهنا ربما باعتبار أنه مصر تتقدم في هذا الملف مهم أن يلفت نظرها أن السلطة خيارا غير مطروح إسرائيليا. خيار تمدد السلطة بالضغط إلى قطاع غزة غير مطروح إسرائيليا، لأنه خيار الأكثر كلفة على إسرائيل وهو الخيار السياسي. لماذا؟ لأنه هذا يعني أن الفلسطينيين عادوا للحديث عن حل الدولتين، وهنا ما يتقاطع مع المبادرة المصرية والرأي المصري أن مصر تتحدث عن حل الدولتين تأكيد. ولا يمكن أن يتم إلا بأن تكون قطاع غزة مشمول في إطار السلطة الوطنية على مطالحة فلسطينية، امتداد السلطة تمددها وفاق فلسطيني طبعا، واشتراه يعني لا تأتي السلطة على الدبابة الإسرائيلية ولا على أنقاض يعني بالتأكيد مفهوم في إطار تفاهم فلسطيني مصري مختلف، هو ملف المصالح اللي كان شغاله. وبالتالي كمان فرصة مصر تفتح كل الملفات، ولديها من القدرة والطاقة والكفاءة ما يمكن أن تدير كل الملفات جميعا. مفهوم. إذن بشكر حضرتك على هذا التحليل سيد أكرم عطلة المحلل السياسي الفلسطيني، بشكرك شكرا جزيلا لكم. يعني ده كان تحليل أشمل وأوسع للوضع وما تقوم به مصر حاليا لمتابعة تطورات هذه الأزمة ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام ومناقشة سبل تكثيف جهود المجتمع الدولي لاحتواء هذا التصعيد على قطاع غزة بما يجري على الأرض، دخول مساعدات من معبر رفح، وأيضا قمة القاهرة للسلام والتي تنعقد الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة. مستمرين في متابعة ما يحدث على الأرض على مدار اليوم من تلفزيون يوم السبع. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.